اهلا وسهلا في فيديو جديد من الحرم. مثل ما انتم شايفين هذه ساحة الحرم، والوقت قبل صلاة المغرب. راح نحاول نعمل جولة، نمشي مع الحجاج. كنت بروح عشان أتوضى، كان الطريق مغلق فقالوا لي روح من تحت من هنا يعني. بس والله اليوم ان شاء الله ناوي ادخل الحرم، ادخل جوا ان شاء الله باذن الله، اشوف لي طريق ادخل يعني. ابى اسوي فيديو من الكعبة بما اني لي فترة طويلة جدا 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 ما دخلت، فان شاء الله تتيسر اليوم باذن الله. طبعا احنا الحين في الساحة اللي معروفة باسم الغزة، جهة الغزة جانب المسعى. طبعا راح اتوجه ان شاء الله داخل الحرم. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا مع فضيلة الشيخ بندر بليلة. راح اشوف لي مكان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير Thank you.
Oh my god. طبعا الحمد لله مثل ما انتم شايفين دخلت الصحن، الحمد لله تيسر لي ودخلت، طبعا بعد مدة طويلة جدا جدا جدا. هنا صحن الطواف مثل ما انتم شايفين، انتم شايفين ازحام. كل ما اجي اوريكم ايش التطورات اللي حصلت. طبعا الشيء هذا حصل من زمان مرة، انه شالوا الحواجز اللي كانت حول الكعبة ونقدر نلمس الكعبة عادي. طبعا هذا الشيء الوحيد اللي كان لسه موجود فخلاص شالوه وكل شيء رجع طبيعي الحمد لله. هنا عندكم زحمة على الركن اليماني، الركن اليماني طبعا المسح عليه بكفر الخطايا مثل ما خبرتكم من قبل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللي يعرفوني يعرفوا اني ما احب اصور في زحام، فحبيت اوريكم الحاجز اللي شالوه حول الكعبة. وهنا بحاول بوريكم ازحام على الحجر الاسود. ما شاء الله تبارك الله. هنا بعد ما شالوا الحواجز هذا باب الكعبة. جد هنا عندكم حجر اسماعيل فتحوه مثل ما انتم شايفين الناس وزحام ما شاء الله تبارك الله. هذا كان مغلق. زحام راح اوقف الطفي راح اكمل طوافي ان شاء الله. بعدين نكمل نفس الشيء، شايلين الحواجز حول مقام ابراهيم. يا رب اجعلنا من الجوار النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من الجوار. هنا مقام ابراهيم عن قرب طبعا مثل ما انتم شايفين. وسوء المنصري والمنطلق في المال والأهل
نكتفي بهذا القدر من تصوير الكعبة وحول الكعبة وصحن الطواف، والحين بحاول أخرج إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، زحمة بكل مكان. طبعا بما أنه خلصت صلاة العشاء فطبيعي يكون في ازدحام. طبعا شوفوا حقون الخروج هنا، شوفوا كيف الزحمة. وهنا طريقة الدخول أو طريقة المعتمرين، ما أدري والله كيف صرت في حقون الدخول. أوه هذه ساحة الحرم، مرة زمان عنها وربي، زمان زمان عن تصوير الحرم، زمان مرة عن الكعبة صراحة. طبعا كل اللي يطلبوا مني، دائما انا بوعدكم اني كل ما بروح الحرم بدعي للكل. بشوف في ناس يعاتبوا زي كذا، انا ما نسيت يعني، انا كل بعد فترة اروح وبدعي ان شاء الله يا رب الله يتقبل ويستجيب. باخذ لي هذا اوكي. والله بما اني جعت وراح اتعشى. راح اخذ شيكس اوكي. التحلية بعد العشاء ان شاء الله. طبعا مره زحمه، راح اخذها معايا، ما راح اقدر اصورها لكم. راح تخلص البطاريه، فانا مضطره اخلص الفيديو، انهي الفيديو هنا.